السيدلول غدا سنشوفهم دكفوس سيدكم ساغ الهموم اكنو الغيتي خير نران لو كانوا لو لا يطوم اثيلا دخل الكنون اكنو ستحسي صغرا ليس صورة بقعوم لابد زد جاف غنوم الموليس يا نران في كيف الخميط مزيط خلص غوني كردوغا فاكس مين أولاني وفن حمينك السرنا المحنة نجري غسيو وقفل درس المفيو اين يك يجمع وليو السيكسي وفين ظلماو السيكسي وفين ظلماو المسمرة بالسسرة العيدان في الدور وان هذا سارك ونغفر اي مولانا عزيزا في ثفاث مرن في الدار خاست مشك ثمور وهنا ماشي ذو ذم السيروحة هاد مليل الوان الوان هاد مليل الوان الوان سيد كل مني ساقل مني غدي وين غني طعم الطوزي والحلال والسن كان مدفن مكثير هذا سن صخر ضغن شوال هذا سن يعرق ووال فاقرا من ميعقل فد فاد عجل غريم فد فاد عجل غريم يديك ذا سيرم فرقي في وصول لرا يدري زمان اسم يري الحرز التلوفا فبوث من الحفص في اللي تزم في الاستورق في وثوشم ثورة في السن يغسكم طول عماري ثم جا طول عماري ثم جا فبوث من الحفص في اللي تزم في الاستورق في وثوشم ثورة في السن يغسكم طول عماري ثم جا طول عماري ثم جا Monsieur le Président, c'est avec un cours lourd que je m'adresse à vous. Ces quelques phrases d'un condamné et penchant peut-être la soif de certains individus opprimés. C'est quelques je m'adresse à vous avec une langue empruntée pour vous dire simplement et clairement que l'État n'a jamais été la patrie. D'après Bakounine, c'est l'abstraction métaphysique, mystique, juridique, politique de la patrie. Les masses populaires de tous les pays un profond désir de patrie, mais c'est un amour réel, naturel, pas une idée, un fait. Et c'est pour cela que je me sens franchement le patriote de toutes les patries africaines.